المسألة بتاع الفوائد الربوية مسألة مرتبطة بالتضخم 100%. كل ما تزيد الفائدة الربوية يزيد الأسعار على طول. ليه؟ لأن هي الفوائد الربوية، مين بيدفع الفوائد الربوية؟ اللي بيدفع الفوائد الربوية هم اللي خدوا سلف من البنوك عشان يعملوا مصانع ويعملوا استثمارات كبيرة عشان يرد للبنوك الفوائد دي، وهي بتبقى الفوائد دي مجموعها مليارات، فياخدوها من عرق الناس فيزودوها الأسعار فيحصل غلا، والغلا يجيب التضخم. دايما مربوطين ببعض الغلا والتضخم. وعشان كده التضخم لا شك التضخم داخل فيه عناصر كتيرة جدا، عناصر أخلاقية، عناصر اقتصادية، عناصر دينية، عناصر عسكرية، عناصر صراع قوة، كل ما يخطر على بالك داخل في موضوع التضخم ده.